السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد وعلامة جديدة ومكان جديد. وكما تلاحظون يعني كما أشار الصديق إلى الإشارة عبر الفيديو بأنه جرم، كما ترون جرم به سيال عريض ثم بيضتان داخل العش، يعني بيضتان داخل العش، البيضة الأولى هي هذه والبيضة الثانية ثم هذا السيال. واضح إخواني، يعني علامة جرم يطلق عليه باسم جرم العش، جرم العش نظرا لماذا؟ لأن به بيضتان يعني عش. وشرح هذه العلامة كالتالي، شرح هذه العلامة كالتالي: نأخذ هذا المسار بالضبط ثم نطبقه على هذه الناحية، تطبيق على هذه الناحية يعني وجود مغارتين في المكان. المغارة الأولى هي في الأسفل هناك في الأسفل، والمغارة الثانية توجد على هذا الاتجاه، على هذا الاتجاه، وهما يعني مغارتين بها أو بهما دفين قوي وصعب المنال، لكن سوف نشرح طريقة العمل عليه وأين يكون المكان المناسب له أو للدفين. وكما قلت لكم يعني وجود مغارتين في المكان، المغارة الأولى تكون أسفل الإشارة على جهة اليسار، يعني أسفل الصخرة، أسفل الصخرة. سوف نلقي الآن يعني نظرة بسيطة على المغارة الأولى ثم ننتقل إلى المغارة الثانية. هذه هي المغارة الأولى كما قلنا، المغارة الأولى بابها هو هذا كما تلاحظون، تصميم الباب أو أماكن يعني يكون بها الباب، وهذا الركاب الباب يعني المغارة الأولى. والمغارة الأولى يعني من بابها نتجه نحو الغرب، نتجه نحو الغرب لكي نمركز باب المغارة الثانية على جهة الشرق. واضح إخواني، لهذا سوف نعود في الأدراج من حيث أتينا. وكما قلت لكم يعني مغارتين في المكان، مغارتين في المكان. ثم هذه هي المغارة الثانية، يعني انظر إلى فوهة الباب، ليست مرئية مثل الباب الأول، الفوهة ليست مرئية يعني سرية ومخبأة بإحكام. لماذا؟ لأن بها شيء ما يوجد في الداخل يريدون إخفاءه عن الأشخاص أو عن العامة. الآن سوف أدخل إلى هذه المغارة لكي أريكم الإشارة الثابتة داخل المغارة. بسم الله، بوز. والآن كما تلاحظون يعني نحن الآن داخل المغارة، داخل المغارة ليس بها فوهة يعني للتهوية، يعني بمفهوم آخر مغارة للتكنيس، مغارة لإخفاء الأشياء. ومضمون هذه المغارة يعني يكون ها هي إشارته، ها هي الإشارة، الضربة الأولى، الضربة الثانية، ثم الضربة الثالثة، ضربة الفأس، يعني الفأس يأخذون الفأس
النقرة الأولى ثم النقرة الثانية ثم النقرة الثالثة، يعني المكان يوجد أسفل هذا التراب أو هذا الردم. من ناحية أخرى يعني المغارة محكمة الإقفال ولا زال الباب، يعني كما تلاحظون الباب لا زال السرداب من هنا، كما تلاحظون يعني الحجارة لا زالت في مكانها متراصصة في مكانها. لماذا؟ لأن وجود مدخل سري من هذا المكان. يعني كما قلت لكم، تثبيت المغارة الأولى، تثبيت المغارة الثانية، تثبيت الإشارة داخل المغارة الثانية، الإشارة التكنيزية 100% مضمونها تحت الإشارة. إشارة عبارة عن ثلاثة نقرات بالفأس، ثلاثة نقرات بالفأس، وهذا هو الدليل. يعني أشياء كثيرة توجد تحت هذا الردم، أعظم الأشياء توجد تحت الردم. الفراعنة بنفسهم ليست لديهم طين حكمة، فقط مجرد تراب ورمل. الآن سوف نخرج من هذه المغارة، يعني سرحنا مضمون الإشارة، لنكمل خارج المغارة الهدف الثالث، وهو يعني سوف ترونه بأم أعينكم شيء جميل وعلى مسافة قريبة جدا على المغارتين. الآن يعني خرجنا من فوهة الباب انطلاقا من هنا، يعني فوهة الباب هي هذه، لشرح المكان الثالث، لشرح المكان الثالث. كما قلت لكم يعني سبقت وأشرت إلى المكان عبر فيديو قصير، عبر فيديو قصير. المكان قريب وليس بعيد على المغارتين. هذا المكان سبق وأن أشرت إليه في فيديوهات قصيرة. المكان هذا إسمنت، هذا إسمنت قديم، هذا إسمنت ما يعرف بطين الحكمة، هذا إسمنت خليط من الإسمنت القديم. انظروا إلى المكان والإشارات، يعني الإشارات التي تتبعنا لمعرفة هذا الصخر، لأنه كان مغطى بالتراب، كان مغطى بالكامل من التراب إلى هذه المسافة، من هنا إلى هنا كان مغطى بالتراب. نحن ماذا اتبعنا؟ اتبعنا هذا الضرب، هذا الضرب بالفأس. لأن لماذا؟ لأن النقرات توجد داخل المغارة، نقرات الفأس توجد داخل المغارة، يعني كما يعني نفس العمل، العمل الذي قاموا به نفس في داخل المغارة هو نفس العمل الذي طبقوه هنا أيضا، يعني ضربات الفأس كما تلاحظون، ضربات الفأس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وفي هذا المكان أيضا، هذا المكان إن دققتم النظر ضربات الفأس كلها فأس، يعني هذا المكان كله لا زال مسردب. وهذه هي موضوعة على شيء ما. طريقة العمل الإخوان، طريقة العمل، هذا إسمنت، هذا إسمنت، ومن الأسفل صخر، صخر ملتصق بالإسمنت، هذا صخر وهذا إسمنت، انظروا إليه، إسمنت وهذا صخر، واضح إخوان؟ إلى هنا يعني طبقات صلبة من الطين الحكمة، ها هو ده طين حكمة لا زال
العمل عليه ساق، يعني كما أشرت لكم مضمون، يعني الغاية من هذا الفيديو أو الهدف من هذا الفيديو هو يعني تفقيه الناس في هذه المسائل، في هذه العلامات وهذه الإشارات التكنيزية قد تعود على الشخص بالخير. وإلى هنا يكتمل هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.